النادي الاهلي شغل بيبذل من الجهاز الفني مستر باتريس كابتن محمد يوسف الحقيقه في فصل تام عن كل الامور المحيطه بالفريق سواء في القاهره او هنا. الحقيقه الحمد لله بنتمنى هذا التركيز ينعكس بشكل كبير جدا على فريق النادي الاهلي. 90 دقيقه باذن الله توصلنا لكاس العالم للانديه، تخلينا نحصل على البطوله الافريقيه التاسعه، حلم كبير لكل جمهور النادي الاهلي. بينضم لي كمان في هذه اللحظات الكابتن محمد يوسف المدرب العام وقائم اعمال مدير الكره. كابتن يوسف باذن الله نكون موفقين في هذه المباراه، باذن الله يكون التوفيق كمان معانا في مباراه الجمعة. بشكل عام الأجواء المعسكر وصلنا كمان في مطار قرطاج، حابين نحط كل جمهور النادي الأهلي في الأجواء لأن الناس عايزة تطمن من خلالها كمان يا كابتن يوسف. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احنا الحمد لله وصلنا امبارح وبصراحة كان الاستقبال كويس، السفارة كلها على رأسها طبعا سيادة السفير نبيل الحبشي كان موجودين واستقبلونا ومندوبين من نادي الترجي، والحمد لله يعني وصلنا الفندق كل حاجة دلوقتي موصرة بشكل كويس جدا ومفيش أي مشكلة. الأجواء طبيعية، طبيعي أنت بتلعب نهائي أفريقيا أكيد بيبقى فيه شوية إجراءات أمنية ودي حاجة طبيعية. عايز أقول وأطمن الناس أن الأمور يعني عادية وإحنا مركزين في المباراة، إحنا في النهاية بنلعب 90 دقيقة جوه الملعب. نتمنى ان شاء الله ان نكون موفقين، نتمنى نكون مركزين شغالين طبعا مع اللعيبه سواء استعداد وتحضير فني او حتى الجانب النفسي مهم جدا. فالامور الحمد لله ماشيه بشكل كويس جدا، و يعني عايز اطمن الناس ان احنا جالنا كمان يعني جواب رسمي من الاتحاد الافريقي ان 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 ايقاف اللي كان فيه كلام عليه ان احتمال هم يقدموا التماس عشان كل الحاجات دي الاتحاد الافريقي حسمها. بالنسبه لنا هيبقى وليد ازارو موقوف، وبالنسبه لهم هيبقى فرانك كوم وشمس الدين زوادي بس كده. كمان يا كابتن يوسف يمكن اتكلم على التدريب، امس كان على التدريب على ملعب رادس واليوم كمان على ملعب الفرع في رادس، هل تم تغيير ميعاد التدريب او مكان التدريب؟ انا عارف احنا كنا الجامعه التونسيه بنضرب عليها بشكل يمكن معتاد، هل في امر حصل زي كده ولا خلاص تم الاتفاق على هذا الملعب او هذا القرار خلاص تم حسمه يا كابتن يوسف؟ لا بص يعني احنا كنا طالبين الجامعه التونسيه نتمرن عليها، هم قدموا لنا او وفروا لنا ملعب الفرع في استاد رادس والاثنين نفس المسافه واثنين نفس الارضيه، فمش عايزين نتوقف عند الحاجات الصغيره. لكن انا بتكلم في النهايه عملنا تمريننا وعملنا تمرين زي ما احنا عايزين، وان شاء الله ربنا يوفقنا في يوم الجمعه ان شاء الله. انما لعبتنا حالتها كويسه جدا ومستعدين ومركزين، عملنا التمرينتين وعملنا كل الاستشفاء المطلوب والتلج والحاجات اللي هي كلها الاجراءات كلها اللي بتبقى بعيد عن التدريب يعني. وان شاء الله بكره عندنا التمرين الاساسيه هتبقى في استاد رادس الساعه 6 برضو. مستر باتريس كارترون طلب ان التمرين تبقى الساعه 6 مش في وقت المباراه الساعه 8 عشان نلحق يكون في وقت بعد التمرين ان اللعيبه تعمل استشفاء وتستعد واللي عايز يعمل جلسات وعلاج طبيعي وحاجات كده يعني. بس غياب وليد ازارو يمكن انا عارف ان الاهلي بمن حضر وده يمكن ده على مستوى التاريخ او على مدار التاريخ خلال الفتره اللي فاتت، غياب وليد ازارو يمكن ده بيدي دفعه للعيبه اللي هتشارك، بيدي يمكن ايجابيه كبيره جدا ولا يمكن يدي حاجه سلبيه من وجهه نظرك كابتن يوسف؟ لا بص احنا دائما في المباريات بتاعت النادي الاهلي بيتحاسب او دائما بيعتبر كل لاعبيه اساسيين، واحنا بنتكلم على بطوله بتخش دولاب البطولات بتاعت النادي الاهلي، فاللي بيدخلها اللعيبه كلها. فمع احترامي طبعا وليد ازارو او اي حد موقوف، احنا بنتعامل مع المباراه كفريق، فريق النادي الاهلي امام فريق نادي الترجي. عايز اقول ان احنا مرينا بغيابات كتيره جدا من ساعه ما تولينا، يعني اصابه جونيور اجاييه دي اصابه، غاب جونيور، غاب علي معلول، فتحي برضو غاب عننا، هشام محمد غاب عننا. يعني عايز اقول ان فيه دائما البطولات بتعدي بظروف مختلفه، دي في كل بطوله مش بس البطوله دي، دائما في البطولات بتعدي بمواقف مختلفه وصعوبات مختلفه، منها الاصابات منها الايقافات منها ان انت تلعب في ظروف غير معتاده، حاجات كتيره يعني. فاحدى هذه الصعوبات هو غياب، لكن انا واثق جدا واحنا كلنا كجهاز ولاعبين ومنظومه النادي الاهلي عندنا اثنين مهاجمين مميزين جدا
مهاجمي منتخب مصر. يعني انت بتتكلم على مروان محسن وصلاح محسن، الاثنين مهاجمين منتخب مصر، الاثنين مميزين جدا، الاثنين بيحرزوا اهداف لمنتخب مصر. مروان بيبدا وصلاح بينزل مع منتخب مصر، وكذلك في النادي برضو اوقات بيبدا حد فيهم وحد ينزل او العكس. فلا احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، وانا شايف ان يعني اي حد فيهم يبدا، الاثنين مميزين، ودي تبقى رؤيه مستر كارترون. فاحنا بنتعامل كنادي اهلي، ما بنتعاملش او فريق النادي الاهلي ما بنتعاملش كفرد. يعني الحديث مع اللعيبه كابتن يوسف ومستر باتريس بتتكلموا على ايه؟ انا يمكن من كلامك كل مره او كل مره بنسجل مع بعض بتقول يمكن النادي الاهلي ما بيحسبش وصل قد ايه للنهائي، النادي الاهلي بيحسب فقط الحصول على البطوله. الفتره دي والوقت ده التركيز عليها كابتن يوسف سواء من حضرتك او من مستر باتريس كارتين؟ لا، ولعبتنا مركزه الحمد لله، يعني لعبتنا مركزين، واحنا طبعا في اخر 48 ساعه قبل المباراه، يعني ابتدى من بكره كده ان شاء الله، والنهارده برضو اتكلمنا معاهم. مش عايزين نشحن لعيبه زياده عن اللزوم، لعيبه مستعديه وعندهم احساس بالمسؤوليه. احنا بس مجرد ان احنا بنديهم احتمالات، بنتكلم معاهم في ظروف اجواء ممكن تقابلنا ما يكونش حد قابلت بعضهم قبل كده. فطبعا كل الحاجات دي لازم تتوقعها، ولازم تتكلم مع اللعيبه فيها، ولازم تحضرها نفسيا قبل ما يبقى في الموقف في المباراه، عشان ما يحصلش قرارات عكسيه يعني بالنسبه لنا، ويبقى في حسن تصرف في المواقف المختلفه اثناء المباراه. طبعا عشان اتكلم بالتفصيل، لكن يعني ربنا يسهل. احنا بص، المباراه النهائي دي بيبقى فيها اسباب كتير، وفيها وفيها كمان تفاصيل كتيره جدا. ربنا ان شاء الله يكرمنا ويوفق ان شاء الله، ونرجع بالكاس ان شاء الله. المحارب جاهز، شفناه في كدمه كده كابتن يوسف النهارده، عايزين نطمن عليه من خلال. لا بسيطه الحمد لله، بسيطه، ويعني حاجه يعني في التمرين لكن كلنا سلام الحمد لله، واللعيبه كلها ان شاء الله. بس لسه بكره تمرينه كمان على ملعب رادس، نطلع بيها ان شاء الله كلنا سلام ان شاء الله. زي ما انت ذكرت يا كابتن يوسف، مجموعه يمكن قليله حضرت من الجمهور، لكن يوم الجمعه صباحا هيكون في جمهور النادي الاهلي، عدد قليل لكن بيدي دافع كبير، وبتسمعوه وبينادوا عليكم في الملعب، بينعكس على اللعيبه ازاي؟ وعلى ما اعتقد النهارده كمان كان في نداء عليك يا كابتن يوسف على كل اللعيبه بشكل عام النهارده. والله الحق انا يعني انا ثقتي في جمهور النادي الاهلي ثقه كبيره جدا، وجمهور النادي الاهلي مش عايز اقول لك مش جه تونس، ده تونس سهله، يعني انت بتتكلم على طياره دايركت من القاهره لتونس. جمهورنا جه ورانا في ادغال افريقيا، بيركب ثلاث اربع طيارات عشان يوصل للاستاد ويوصل للبلد. بصراحه حاجه غريبه، يعني فعلا عندهم اصرار وتصميم ان هم يبقوا ورانا باستمرار، وانا بشكرهم جدا. وده جمهور النادي الاهلي، جمهور فعلا عظيم، وجمهور يعني زي ما بيقول على الحلوه والمره، بيساند النادي الاهلي في كل الاحوال وفي كل النتائج وفي كل الاجواء زي ما بنقول. فانا بشكرهم واتمنى ان هم ييجوا يوم الجمعه، وزي ما انت بتقول في رحلات مترتبه ان شاء الله ييجوا. النهارده جم شجعوا الفريق في التدريب، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع كلنا سلام، ونرجع كلنا منصورين ان شاء الله. زي ما بقول دائما، جمهور النادي الاهلي عامل اساسي في فوز النادي الاهلي بالبطولات وبالالقاب وبالتاريخ اللي حققه النادي الاهلي. كان دايما النادي الاهلي جمهوره بيلعب دور كبير يعني. فانا بشكرهم، ومتوقع ان هم هيجوا ان شاء الله باعداد يعني. بشكرك كابتن يوسف، وان شاء الله باذن الله يوم الجمعه نفرح مع بعض كالعاده باذن الله، فرحه كبيره. البطوله التاسعه باذن الله تكون من نصيب النادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله احنا بذلنا مجهود كبير في البطوله، وجينا من بعيد قوي، جينا من رصيد نقطه واحده. النهارده بتلعب نهائي مع الترجي اللي كان في مجموعتك واللي انت تفوقت عليه، لكن عايز اكد عليه برضو ان الكوره فيها كل حاجه. لابد ان احنا نتعامل مع 90 دقيقه جوه الملعب باقصى درجات الاستعداد والروح والعزيمه والاصرار والتفاني والحب جوه الملعب، ولازم نبقى ايجابيين جدا جوه الملعب مع بعضينا كلاعبين. النقطه الثانيه كمان اللي مهمه جدا، ان يعني عايز اقول دائما الالقاب او البطولات بتروح للفريق اللي هو اهدأ اعصابا، اكثر تركيزا، عنده اصرار وتنظيم جوه الملعب لاخر ثانيه في المباراه لغايه ما الحكم بيصفر. فكل الحاجات دي ان شاء الله تبقى هي السمات والصفات بتاعتنا احنا كفريق النادي الاهلي، وفي النهايه التوفيق ان شاء الله يروح للاقدر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. شكرا. بنشكرك.